كل منتج كل حتى مع جيبوتي نتبعها بقلق، هذا من طبع هذا يعني الانسان يتقلق. لما حنا الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع سي بالماضي، وماش غير هنا داخليا، في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. كان صابوا حتى هذا النو هذه اللي عطاها لنا المولى عز وجل، كان صابوا السحاب داوه لجهه اخرى، ولكن خليهم اللي يتمنى خليهم يتمنوا. الفريق مليح، الفريق ان شاء الله ان شاء الله يتأهل ان شاء الله.